صباحكم بألف خير مشاهدينا لليوم الأربعاء 10 شباط 2016. تحية لكم وبتأمل تكونوا كتار. رح نترافق اليوم بعالم الصباح مثل العادة، رح نحكي بمواضيع، يكون في عنا ضيوف، وأكيد يلي حابب يتواصل معنا مع عالم الصباح عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر الرقم الخاص على الواتساب فيكم تبعتوا لنا صوركم وحتى فيديوز أو حتى فويس مسج. اليوم السؤال بالتحديد، بما أنه كلنا عايشين الأجواء والأحمر صار موجود بكل المحلات من هدايا وورود وزهور وغيرها، شو أحلى هدية حابين أنه تكون موجودة بنهار 14؟ لكل اللي طبعا قلبهم عم بيدق وناطرين الهدايا أو ناطرين حتى أنهم هن يهدوا، بحب جدا أني أسمع أو شوف حتى كل أجوبتكم على صفحتنا الخاصة بعالم الصباح. اليوم شيف سليمان رح بيكون موجود معنا. شو أحلى طبخة كمان؟ صباح الخير. صباح النور. شو معقول واحد ياكل؟ هلا بهذه الفترة كل الأسئلة، شو في أكلات قاطع جديد؟ يعني بتعرفي اللحمة والدجاج ممنوعين. لأنه بلش الصيام. موضوع نعم. هيدا موضوع آخر، ما تتهرب من سؤالي. تفضلي. سؤالي له علاقة بالسؤال تبع اليوم الفالنتاين. انا بدي شي سيارة كيا صغيرة، هيك شي رينو صغيرة، مش الحال هدية على السريع. طيب بس انا حمرا بدنا ناكل احمر كمان على الفالنتاين؟ لا خلص اوكي تخنت. فيش مندر كمان احمر. لكن اليوم رح نحكي عن اشياء لها علاقة بالصيام. صح. ان شاء الله بينعاد على الجميع، بيكون الصيام مقبول اكيد للكل. شكرا. عالم الصباح اذا لغاية الساعة 1 كيف رح بيكمل؟ خلونا نشوف سوا. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن. ريوة بتستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم بعصحة السلامة. لما بتستقبل اتصالاتكم وبتجاوب على أسئلتكم بشوفي مفهوم المال لدى الأولاد مع مايا بولادة بالدنيا. اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع مع غسان بصعب كتير. أجدد الأخبار السينمائية مع غيدا بسينما، ورشة ملح مع الشيف سليمان على وصفة جديدة وشهية. فإذا نبدأ سوا عالم صباح لليوم بأول محطة مثل ما شفتوا يلي دايما بتنطروا فيها كارمن، لحتى تعرفوا كيف رح بيكون حظكم. ننتقل ونسمع حظوظ كل الأبراج. صباحكم بالخير. اليوم الأربعاء 10 شباط فبراير. اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج الحوت اليوم الثاني على التوالي، وبالتالي الأبراج المائية بعد حظوظها جيدة وأوفر من غيرها. عم نحكي طبعا عن مواليد برج السرطان الحوت وكذلك مواليد برج العقرب. هالجو مكمل لبكرة الظهر معكم، وبالتالي يلي نهاره حلو يستفيد منه. خلونا نبدأ مع برج الحمل. بالنسبة لك الأمور بطيئة مولود برج الحمل، حاول ما تحط حالك بمسائل وبمواقف محرجة لأنه الجو معقولة يخزلك. الأقل حظا 7 و8 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. هيدا نهار صديق لك، هيدا نهار أفضل إجمالا من بكرة وبعد بكرة. يلي بتقدر تشتغل عليه ويلي بتقدر تلحقه اليوم وبتعرف إنه بدك فيه مساعدة، اشتغل عليه وما تتأخر. 6 7 12 13 أيار مايو الأكثر حظا. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء الأجواء اليوم عندك مهمة، متوترة، في بعض التشنج، فقط لأنك عارف أنه هيدا نهار كتير مهم وما بتقدر تخسر أو تفشل الناس. إذا حاول تعطي أفضل ما عندك، ركز قد ما بتقدر. بيبقى الأوفر حظا 10 ل 15 حزيران يونيو. ننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان نهار مناسب لحتى تغير جو. تغير جو يعني بكل ما الكلمة معنى، تسافر، تنتقل من مكان إلى آخر. الجو أيضا بيسمح لك أنك تطرح أفكار قوية وتدافع عنها لأنه اليوم في حظوظ. الأنشط يلي ما بيهدى 10 ل 13 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد المسيرة ضرورية اليوم، يعني بدك تحط شوي من كبريائك وتاخذ خطوة، أنت تاخذ المبادرة وتروح نحو الطرف الآخر. الأجواء بتطلب منك أيضا تكون منتبه لكل التفاصيل خاصة الإدارية والقانونية. الأكثر تعبا 10 ل 16 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء احتمال اليوم تكون شوي قاسي بكلامك، ساخر أيضا بملاحظاتك. يمكن معك حق، أفكارك صحيحة لأنه اليوم عندك كتير دقة ملاحظة قوية وواضحة، لكن طريقة كلامك وتوصيل الأفكار والملاحظات شوي سلبية، فانتبه من المشاكل بشكل خاص 1 و2 أيلول سبتمبر.
بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان نهار في شغل كثير، هيدا نهار يمكن ايضا تنضم فيه لنادي رياضي، تنضم فيه الى مجموعه من الاشخاص، مجموعه اجتماعيه بتشتغل معها لحتى تساعد غيرك، تساعد الكوميونيتيز من حولك. اليوم ايضا مولود برج الميزان يمكن يهتم ايضا بامور صحيه، بمعنى النظام الغذائي اليوم بيعني لك كثير وحابب انك فعلا تعطيه افكار جديده. بعض مواليد برج الميزان يمكن اليوم يعتلوا هم او يضطروا يشتغلوا مع احد اولادهم. الاكثر تعبا 10-11 اكتوبر تشرين الاول. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب اليوم هو نهار الافضل لحتى تمد ايدك للاخرين، لتصافحهم، لحتى تسامحهم، لحتى تصالح معهم، ليكون في اتفاقيات ايضا، ارتباطات، اليوم نهار للمصالحات، ايضا ليكون في عندك ابداع ويكون في عندك شيء جديد، لذلك ما تخاف، هذا نهار ايجابي. لكن اذا كنت من مواليد 10-13 نوفمبر، كون حذر، انتبه من السرعه والمجازفه كليا. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس مش عم بيقدر يشوف ابعد من منخاره، لانه مشغول باله او عتلان هم او غرقان بافكار وبهموم شخصيه او منزليه او عائليه. مولود برج القوس يمكن هيدا هو الوقت الانسب لحتى تطلع على حياتك الشخصيه وتشوف شو ناقصها، خلي التوتر على جنب، الاقل حظا 6-8 كانون الاول ديسمبر. بنكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي هيدا نهار جيد جدا بالنسبة لك، بيسمح لك انك تفاوض، تساوم وتحكي وتقوي قلبك، نهار مهم جدا لحتى يكون في عندك ابحاث وافكار واطروحات تقدر انت تناقش فيها، ما تخاف دافع عن حقك. الاكثر حظا 10-14 كانون الثاني يناير. برج الدلو. مولود برج الدلو يمكن ينطلب منك تكون جاهز لتعطي من خبرتك، من معلوماتك، من ثقافتك، يمكن من أموالك أيضا، وفي احتمال أيضا يكون العكس تماما، يمكن أنت يلي بدك المساعدة من الآخرين، لذلك من هون بيقول المثل أنه الحياة أخذ وعطى. 6-7-8 شباط فبراير الأوفر حظا. برج الحوت. مولود برج الحوت الأجواء عندك بعدها مشجعة لحتى تطوي صفحة من حياتك، أنت اللي بتقرر شو بدك، فيها تكون صفحة كتير كبيرة، فيها تكون مسألة صغيرة، المهم اليوم نهار جيد لاتخاذ القرارات، وعلى الأرجح بتسمع خبر. 10-11-12 أدار مارس الأوفر حظا. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة جيدة جدا، لأنه بهيدي السنة بتحط عناوين عريضة وكتير مهمة، بتكون عم بتأسس لصفحة جديدة أو سنة جديدة. العناوين على الأرجح لها علاقة بحياتك الدراسية الأكاديمية أو بحياتك المهنية. شباط فبراير حزيران يونيو أكتوبر تشرين الأول هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. شكرا لك كارمن، كانت هيدي إذن الحظوظ لكل الأبراج وخصوصا مواليد اليوم، نتمنى لهم إن شاء الله عقبال المية. رح نتوقف مع بريك صغير، أول بريك بعالم الصباح، من بعدها تنضم لنا روى، واليوم رح تتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهواء.